دكتور محمد علي مخلص، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمركز القومي للبحوث. طبعا كلنا عارفين موضوع الفيروس سي، وخلاص يعني أغلب الناس بقت على دراية كاملة بيه، وبقت يعني عارفة أبعاده كويس. في نقطة مهمة جدا، هو هل فيروس سي من الممكن إن هو يجي بصورة حادة زي مثلا ما فيروس الكبد إيه بيجي ولا لأ؟ صورة حادة يعني صورة إكلينيكية حادة، اصفرار في العين، ألم في الجزء الأيمن الأعلى من البطن، ارتفاع في إنزيمات الكبد، ارتفاع في نسبة الصفرة. الحقيقة أن الموضوع ده ما بيحصلش بصورة درجة في فيروس سي، يعني فيروس سي دايما بيجي بصورة ما تقدرش تشوفها فيها إلا بعد ما يكون بقى مزمن. لكن هل بيحصل؟ بيحصل، ما أقدرش أقول أن هو مطلقا ما بيحصلش، بيحصل. من الممكن جدا أن الفيروس يجي بصورة حادة. علشان كده من الحاجات المهمة أن لما في مريض بيبقى جاي يعني البرزنتيشن أو الشكوى بتاعته أو الصورة اللي جاي بيها صورة كلينيكية حادة لالتهاب كبدي، لا نكتفي بس بأن احنا بنعمل تحليل الفيروس A، بنعمل A وB وC. طيب أهمية بقى الفترة اللي هي الحادة في فيروس A أهميتها إيه؟ احنا لو هنتكلم عليها من ناحية الإكلينيكية هقول ان هي الصورة الحادة اللي احنا اتكلمنا عليها، لكن ممكن كلمة حادة في الطب ليها برضو بعد زمني. يعني ايه بعد زمني؟ يعني إصابة حديثة. الفترة دي أهميتها ايه في فيروس سي؟ ان هي دي الفترة اللي هي بتحمل احتمال الشفاء التلقائي من الفيروس، بمعنى ان هو يشفى تماما بدون اي تدخل دوائي، اللي هي فترة أول 6 شهور من الإصابة. إذا لم يتم الشفاء التلقائي فيها يبقى خلاص حتماً بعد كده مش هيتم شفاء تلقائي ولازم بيبقى بالدواء. ده من ناحية. من ناحية تانية استجابتها للعلاج، يعني كان زمان في عصر الانترفيرون كان الاستجابة للعلاج في الفترة الأولى من الإصابة بالفيروس، في الوقت اللي كانت الاستجابة فيه للانترفيرون 60% في أسعد الأحوال، كانت الاستجابة توصل ل 90% لو العين خد العلاج في الفترة دي اللي احنا بنتكلم فيها. فطبعا يعني المهم اللي احنا نبقى عارفينه كمشاهدين وكناس ممكن ما نكونش بنشتغل في المجال الطبي، ان هو فيروس سي من الوارد ان هو يجي بصورة حادة. ده حاجة. من الأسئلة برضو المهمة اللي هي بتتسأل بالنسبة لفيروس بي، مين اللي يطعم ضد فيروس بي؟ كلمة مين يطعم ضد فيروس بي، لو هنتكلم بصورة سليمة لازم كل الناس تطعم من فيروس بي. ليه ما يبقاش فيه تطعيم لكل الناس من فيروس بي؟ ما هو أنا بحمي نفسي من الإصابة بفيروس ممكن يجيلي. وإحنا لو هنتكلم على مصر، فإحنا من سنة 92 أصبح التطعيم ضد فيروس بي إجباري لكل يعني كل من هو مولود على أرض مصر اعتبارا من عام 92 فهو تم تطعيمه ضد فيروس بي. طب إذا كان ما اتطعمش، إذا كان في عندي حد ما اتطعمش، إذا كنت بشتغل في المجال الصحي في التمريض، جراح، طبيب أسنان، أو مساجين، بعمل في سجن، بعمل في 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 في, في حاجة يعني بقى في الموضوع الرعاية الصحية، سواء في مراكز للمسنين، لازم كل الناس دي تطعم، لازم لابد ان هو يبقى فيه تطعيم. طبعا بالنسبه طبعا موضوع المخدرات من اهم الاسباب لانتشار الفيروسات الكبديه سواء بي او سي، لازم يعني اذا كان في للاسف الشديد حد بيتعاطى مخدرات وخاصه عن طريق الحقن لابد ان هو يبقى مطعم. شكرا.